ختام فقراتنا لليوم فرح رح يكون مع مساحة فنية متميزة وموهبة فنية قدرت من خلال الاجتهاد والتمرن وعدد كبير من الدورات والتعلم على يد أساتذة بالفن التشكيلي أنه هي تطور مهاراتها بمجال الفن التشكيلي. رح نتعرف أكثر على هالموهبة الفنية وعلى تفاصيل عملها، ومعنا بالاستوديو الفنانة التشكيلية سماح زرزور. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير سماح. صباح النور. تجربة بالفن التشكيلي رح نستعرضها سوا، لكن خلينا نحكي أول شيء كيف بلشتي هي التجربة ووين وصلنا اليوم؟ تمام. هلأ الفن التشكيلي بالنسبة لي هو خلق حالة من الإبداع، هو رسالة فيها قيم جمالية وحسية وذوقية بيقدمها الفنان من خلال لوحاته للمتلقي. الفنان هو شخص قارئ للجمال ومصطاد له، حتى لو كان في مكان ما فيه جمال فهو أو لا يرقى فيه الجمال مثل ما بيقولوا، فهو بده يصطاده ويحطه بلوحاته. بالنسبة لي أنا مثل كل الأطفال بلشت بالرسم، هيك كلنا بنحب الألوان بعمر صغير، فهذا الشيء بكفي معه يعني. لا بلشت فيه كنت حب المكان الموجود فيه، حتى كنت أكثر مكان مفضل عندي هو المكتبة. هذا الشيء بيعرفه بابا وماما، يعني كنت حبه كثير ولهلا بحب طاقة الألوان، بحب أمسك الرياش والألوان، بل هذا الشيء معي لحتى كبرت. بالشغف والطموح والممارسة درسته، آخر شيء درسته تحت فنانين كبار، مركز أحمد وليد عزت للفنون التطبيقية عند الأستاذ ناثر حسني والأستاذ زياد، تعلمت بكافة التقنيات وكافة الأساليب الفنية. نعم، ونحن عم نتعرف عن تجربتك الفنية وبداياتك، عم نتابع والمشاهدين عم يتابعوا معنا صور من أعمالك. خلينا نحكي الأكثر شيء يمكن حبيتي الطبيعة، أو فينا نقول الشيء الصامت، يعني أكثر شيء بترسمي؟ هلا بالبداية أي فنان لازم يرسم كل شيء، لازم يتعمق بكل الأساليب الفنية والمدارس الفنية بالواقعية. طبعا احنا نبلش دائما بالواقعية، ناخذ التكوين، ناخذ الظل والنور، ناخذ تفاصيل بالرسم. هلا حاليا انا بميل للمدرسه التعبيريه والتكعيبيه بالاضافه لفن الديكور، كثير محبب لي، كثير بحبه. في ناس بتحب الالوان الصارخه، الالوان الداكنه، في ناس بتحب الالوان المشرقه، كل حدا له ذوق، الناس بالنهايه اذواق يعني. مزبوط. خلينا نحكي اليوم قديش يمكن الناحيه الفنيه بتخدمك. قلنا عن حكينا عن الديكور، اليوم يمكن باي تفاصيل، ان كان بترتيب منزل اللي هي بعيده شوي يمكن عن اللوحات، ان كان باختيار وتطبيق الالوان، قد ايه هذا الشيء ممكن يكون سهل عليكي وممكن الناس تاخذ رايك فيه بالوقت اللي ممكن يكون صعب على اشخاص اخرين؟ تمام. هلا هو الشيء هذا بيكون انه هو اول شيء ذوق، ثاني شيء انت اذا حبيت الشيء بتعطيه وقتك يعني، وعلى انا احب هذا الشيء راح اعرف حوار الالوان ولعبه الالوان. هلا بالنهايه دائما الديكور هو بتابع الفن كله، بيتابع بعضه، فن الذوق، فن الجمال، فن التحف، كله بالنهايه بيتابع بعضه. وقت تكون الغرفه مثلا بناسبها شيء نمط معين مثلا من اللوحات، فهي اللوحه بالنهايه بتعطي جمال اي مكان بيكون فيه، بتعطي اضافه حلوه، حتى لو كانت بتحكي عن معاناه. اوقات الفنان بيرسم لوحه فيها معاناه، فيها زعل، بس بيقدمها بطريقته بطريقه حلوه، بيطرحها بطريقه محببه، بضربات معينه، بالوان فوضويه ممكن تكون تعطي جمال بطريقه تجريديه. في ناس بتحب اللوحات ممكن الحزينه بتفرغ طاقتها السلبيه. انا بحب اللوحات اللي فيها طاقه ايجابيه، اللي فيها سعاده، اللي فيها اشراق، هيك بحبها اكثر، بس بالنهايه برسم كل شيء يعني. طبعا بنشوف بين الرسمات يمكن قليل شوي البورتري، ما بتحب كثير رسم الاشخاص؟ لا بلا، هلا البورتري اساسي يعني، هو لازم اي فنان يرسم بس البورتري، بس رسمتيهم بشكل مختلف شوي يعني، عاطيه طريقه للالوان، الرسم شوي مختلفه يعني، ما هو البورتري العادي اللي بنشوفه. تمام. هلا طبعا في رسم بورتري وفي وجوه مرسمه كلها، مرسم مثلا برسم ناس حواليه متعلمه، بس انه وقت ترسمي لوحه غالبا هلا البورتري بيكون لشخص معين، بس بدك ترسمي يعني شيء تعليقي، بتميلي للطبيعه اكثر يعني، ممكن تقولي الديكور اكثر والتكعيبي، التكعيبي اكثر. حلو. خلينا نحكي عن المعارض، في حال شاركتي بمعارض سماح، وبرايك المعرض اليوم شو بضيف لاي فنان مهما كانت تجربته الفنيه كبيره او حتى صغيره؟ هلا دائما لازم يكون في تواصل مع الفنان بالمعارض ويشارك فيها. شاركت بكثير معارض، من اهمها مثل معرض الربيع السنوي، كانت مشاركه لطيفه كثير حبيتها، بالاضافه لمعارض بالمحافظات ممكن تكون مع فنانين، بالاضافه لاحيان دوليه بتكون عن طريق الكتروني يعني، بدمشق بالمراكز الثقافيه شيء عم تحكي عن التراث، شيء بيحكي عن 6 تشرين، عن الامومه، بمواضيع متعدده، شموع السلام،
كثير في معارض نستفيد منها، نتعلم، نشوف فنانين، ناخذ منهم خبرات، بنعرف اخطائنا، بنعرف شغلات جديده. ممكن ناس بتضيفوا الكولاج على اللوحات، فهذا الشيء اكيد بيعطي شيء ايجابي لنا. كيف ردود افعال الناس اللي شافت اللوحات، سواء ناس مختصه مهتمه او ناس هي بتعشق الفن بس بتعشق اي شيء جمالي؟ تمام. هلا الفنانين غالبا حسن الكبار دائما نحن بنحب ناخذ رايهم، لحتى ممكن ناخذ نقد، لحتى نعرف اخطائنا، لحتى نتطور. دائما مع فنانين كبار شاركنا بمعارض ومع فنانين جدد، فهذا الشيء انه بنتعلم من بعض، بنتعرف على وجوه جديده اكثر. اكيد. سماح، يعني لوين مفكره توصلي بهذا الموضوع، بموضوع الفن التشكيلي؟ هلا انه دائما كل انسان له طموح، الفن ما له نهايه مثل اي شيء، ما له حدود، هو فضاء كثير كبير، فكل فنان بيحب يقدم احلى شيء عنده. بحب يكون لي بصمه بالفن، اعطي شيء حلو من خلال لوحاتي للناس، تعطي سعاده هيك، تفرح العالم هيك بظروفي شوي. يمكن شيء بهالطاقه الحلوه يا سماح. شكرا. تسلمي. من الالوان، يمكن طاقه الالوان اوقات بتكوني حتى مبسوطه او زعلانه بتيجي بترسمي، فهذا الشيء بعطي اللوحه طاقه وباخذ طاقه الالوان الحلوه ممكن يعني، فانت بتقرري تكوني مبسوطه او زعلانه. حلو هذا الحكي، ده حلو. سلمى نبلش ونختم بهذا الكلام. لما بيكون في طاقه ايجابيه كثير حلوه، لما بيكون في نظره جماليه، مثل ما قالت سماح اول ما بلشنا يمكن انه من اي شيء نحن قادرين نصطاد الجمال، كيف اذا كان هو فنان وقادر يعبر عن هذا الشيء. حلمك سماح لوين توصلي؟ حلمي اني اتطور، اني ضل اعمل شيء جديد، طالما انا حابه المجال وحاببته كثير بحب اني اقدم فيه، اطمح انه اتطور اكثر، اعمل شيء حلو يعني بالنهايه، ان شاء الله يكون لي بصمه يعني هيك بالعالم. ان شاء الله موفقه يا ربي بكل شيء عم تعمليه، وبنتمنى لك كمان نشوفك بمعارض اهم واهم. شكرا كثير لك سماح لوجودك معنا. نهارك حلو سماح، كل التوفيق. شكرا. أكيد سلمى، لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى لكم بقية النهار يكون حلو وممتع، وخلينا نقول هادئ مليء بالرضا لكل الناس. موعدنا بكرة بأفكار جديدة وضيوف جداد، ونهارك حلو أكيد سلمى. نهارك حلو وفرح، وأكيد الفرح والسعادة صح أوقات بيكون صعبة، ولكن هي اختيار.